عرفنا الشخصيه ديالك. محمد الكنياري مستشار بجامعه الزيتون بتطوان والساكن بدوار بني صالح جامعه الزيتون باقليم تطوان. انا كنقدم الاستقاله ديالي على ذمه هذا المغتصب او مغتصب الاطفال بالمغرب وعلى العوق الذي ناله، ولا نعلم كيف نال هذا العوق مغتصب الاطفال وهؤلاء الاطفال كابنائنا واطفالنا. ونحن وانا كمستشار بجامعه زيتون اقدم استقالتي ولا رجع فيها ابتداء من اليوم، لانني لا يمكن لي ان اعمل في ظل حكومه هي الاول كان عليها ان تقدم استقالتها، والان انا انوب عنها باستقالتي ولا تشرفني هذه الحكومه في هذه الدوله. لا تصوروا هذا الاستقاله ومخبئين في واحد العماره، لان نعم انا عارف لان كاين قمع شديد من طرف الامن، وانا نفسي تعرضت لاهانه من طرف الامن في وسط الطريق او الشارع العمومي، تعرضت الامن في وسط العموم، يعني هذه اهانه، كما تم الاعتقال حسن برهول والاخ العلوي واخ اخر لا تنسيت اسمه، نعم تم اعتقالهم، وسمعت بان تم اعتداء عليهم في مرآب الكوميساريه في مرآب بيجي، وهذا عمل خارج عن حقوق الانسان ونحن ندينه بشده. وكان المنع ممنهج يعني من طرف الامن، وكان الاعتداء وبطريقه غير حضاريه، وهذا غير هذا ليس باسلوب الامن في بلد ديمقراطي، ونحن في سنه 2013. ولهذا السبب وعلى ذمتي هذا العفو اقدم استقالتي من مجلس جماعه الزيتون من الان فصاعدا، فلا يمكن لي ان اعمل في ظروف او في ظل هذه الحكومه المتواطئه، اعتبرها متواطئه، وشكرا.